our country. One which food comes from our country. يلا يا آسر، answer number two. مش انا اللي كنت بشخبط. We grow rice in Egypt. We grow, thank you, we grow Rice in rice Egypt. in Egypt. Very good. Thank you. يلا number one. Who's number one? اوعى تنام يا آدم. I see you. شايفاك. المفروض كملي انا يا بس، بنتي. يلا يا آدم it's your turn. Number المفروض انا one. بعد آسر، المفروض انا بعد آسر. لا آسر number 10. انت كنت قبل آسر. يلا يا يلا. ده يلا في يا مس. المدرسة. يلا يا آدم. ها. Number three. يس. We have the zoo. أنا عندي هنا what، هنا هتبقى the first word. هو عامل لك line What under the first word، have the يبقى نقول إيه zoo. what. What have What meal. ها. Yes, what meal? meal What meal? have there Are they؟ لما نيجي نسأل بقى مش هنقول they are، يبقى دايما في are السؤال they بنعمل have are they having. Thank you يا آدم. يلا number two. Who's after Adam؟ number Adam. two at home. أدهم. هو عارف وأنا I'm waiting for him. يلا يا أدهم number two. Chickens we in raise Egypt. من ساعتها ما دخلش. هو أدهم ما دخل، أدهم ما دخلش فعلا. طيب number three. Who's number three؟ أنا Ethar. we write we write We raise. we raise we raise a We chicken in Egypt. very good Chicken يا إثار. Very good. We raise chicken. بس انا اقولها، بس انا عاوزه اقولها مين اللي بيقول؟ أدهم ده. يا مس يس. مين اللي بيتكلم؟ آدم؟ آدم؟ انا مس جنى. يا جنى سوري معلش الاسم مش واضح قدامي. عايزة ايه يا حبيبتي؟ عاوزه اقولها، طب ما كل واحد يقول في دوره مش مناخدش دور انا حد. من اللي قلتها؟ اوكي كل واحد in his turn or her turn. يلا دي turn you. طبعا الدور على هدى، بس هدى عندها المايك مش مظبوط النهارده. يا هدى هنصلح المايك وبعد كده تعرفي تحلي معانا. يلا يا جودي number four number five. يلا يا جودي punctuate the following. What animals or farmers live in Egypt? What. ها. من سؤالي واجب النهاردة. العلامة الترقيم. What animals do farmers raise؟ وبعدين I can't hear you. Raise your voice please. مثل الشيكين. أول حاجة هنا إيه؟ هنعمل إيه؟ هنعمل إيه في punctuate؟ أول حاجة بتبقى إيه؟ W capital. What؟ ها. What animals animals miss do in humor animals farmers. do وانا لسه ما farmers خلصتش السيشن عشان نسأل عنهم. Raise ها in what about Egypt؟ ها هنكتبها small letter or capital letter؟ small يا مس. هي هنا جايلي small، بس انا لا ينفع اكتب اسامي البلاد
with small letters no دايما اسامي ابدا البلاد I will start with capital letters يبقى هقول Egypt with capital letters and don't forget the question mark. هو هنا جايب لي question mark بس ممكن في الامتحان ما يجيبليش ال question mark وشوفني انا فاهمة ولا مش فاهمة. تمام؟ اوكي طيب مش شغاله. هنفتح. ازاي بيجي لي السؤال ده وكنتش فاهمه قصده ايه؟ مين اللي بيسأل؟ انا جودي؟ ليه يا جودي؟ دول. انت قصدك على البانكتويشن؟ على البانكتويشن؟ طيب هو عايزك يا جودي، مش احنا بالعربي كده بنشكل الجملة لما بنيجي نبدأ بالكابيتال لتر وننتهي بفول ستوب، ولو هو سؤال ننتهي بكويستشن مارك. طيب تعالوا كده، دايما 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 اول لتر في الجملة لازم يبقى ايه؟ كابيتال كابيتال. كابيتال very good. طيب if we have names، لو اسم مثلا قلنا جودي، قلنا ايثار، قلنا ادهم، قلنا مريم، قلنا شام، لازم نحط ايه؟ the first letter من كابيتال اي اسم capital. يعني مثلا انا قلت what teacher what is teacher Suzanne doing، فانا هنا مثلا هحط what، يعني انا هدي لكم المثل ده look here what is Suzanne doing بس وسكت. ها مين يعرف يصلح لي مع بعض كده؟ كل ها أنا مريم. كلنا مع بعض the أنا first مريم. letter here the first شو letter وات وزان أول إيه حاجة. لا أول حاجة، كابيتال أول حاجة عندي كابيتال W وات تبقى capital. دبليو كابيتال برافو عليك. إيه وزان كابيتال سوزان؟ كابيتال very good وزان سوزان. S الأولانية capital. what is Suzanne doing؟ هسكت ولا لا هقعد؟ يا لين أنا what هات is استفهام question mark. question mark very good name حط question mark عشان هو سؤال. what is Suzanne doing؟ what is فهمنا Suzanne خلاص؟ فهمتي يا doing جودي؟ فهمتي السؤال ده بيبقى عايز ايه؟ طيب تعالوا كده، السؤال ده هنا ده question. طب لقوا هو مش question بقى، look at this example Suzanne is cooking now. Suzanne is cooking now. Ha. Would you correct this sentence؟ هنعمل ايه بقى؟ design capital Yes, the first letter of Suzanne will be capital. Suzanne. Ha. كملوا. is It's cooking. بس. cooking ها واسكت no ولا احط في الاخر؟ كله يشارك يلا. احط ايه في الاخر؟ بعد no cooking المفروض احط follow ايه؟ stop follow stop Stop. Because it's a sentence. Sorry هنا في now. المفروض now الأول وبعدين. Because it's a sentence. It's not a question. لكن هي لو question هحط question mark. فهمنا؟ فهمنا كله تمام؟ فهمنا الجزء ده؟ حد مش فاهم حاجة فيه؟ تمام تمام يا تمام يا جودي فهمتيه؟ ايوه يا مس طيب مس انا مس يس. هنخلي يا مس الخطة 24 ولا كده يا مس احنا خلصنا لا يا حبيبي احنا 15، انت عايز تمشي تروح فين بس وتسيبنا يا آدم؟ عايز تمشي؟ لا لا يا مس عايزين نفتكر and and but. مش أنا بعرف احنا بنحبه قوي ده، انا عارفة ان انتوا كلكم شاطرين فيه. يلا جانا it's your turn يا جانا. نعم يا مس يلا it's your turn. مس Please answer number one. I don't eat candy but I like Fruit. Thank you. Minute. Very good. نعم. ماشي مش لازم نقول أنا الأرقام بس ماشي يا أدهم، إحنا لسه ما جيناش عند دورك. يلا يا تايم نمبر 7. تايم answer بس number 2. كان في دول أتهم ما كانش جاوب فيه
طب أكون خلاص ما لما كانش يجي دوره موجود. تاني هيجاوب، هيجي لسه دوره تاني كتير. نمبر 7 تايم هو بيس كان باتر. واحد اثنين هي درول ثلاثة أولى نقط 1 2 3 مروة بات. Thank you يا تايم. Number 8 She play basketball and football in the park. in the park. Thank you. Are you here? That is as يلا يا مريم. Okay, dad is a that is scientist. a scientist. Scientist. But he likes looking at animals and plants. ليه هنقول but هنا يا مريم؟ He is a scientist. ايه هي وظيفة الساينتست؟ He likes looking at And animals he and plants. and يبقى we ساعتها هنقول and not but. Okay. Thank you. يلا number 10. ها number 10 عارف نفسه؟ نايم نايم. شفتك نعم. شفتك. يلا يا آسر. Number 5. Answer number 5. اصحى يا ياسر It's اصحى يا very interesting but if you need to It's very it's very interesting place. intense. It's very hot sometimes but But very good يا آسر. برغم ان هو interesting place لكن ساعات بيبقى حر، فعلشان كده انا استخدمت هنا But number one. Adam, okay. your Yes, turn. Huh? I have I love burgers. Burgers. protect Burgers. I but love burgers. burger, but I Only only eat it them in them or once come in. Okay, once a week. I wait, love wait. burgers. I love burgers but I only eat them once a week. يعني انا برغم ان انا بحب البرجرز بس باكله مرة واحدة بس في الاسبوع. يلا number 2. فين number 2؟ خرج تاني ولا ايه؟ يلا يا ادهم نمبر turn. Answer number مس 7 here. I'm talking. فاطمة لوز آيس كريم طبعا يا مس يعني مش محتاجة أفكر أند And very good يا أدهم. Thank you. يعني تحب فاطمة تحب آيس كريم And بشوكولاتة يعني Thank you يا مس أدهم. برافو. إيثار number 3. يلا إيثار. أوكي My dad is Egyptian, not his dad is French. My dad is Egyptian. His dad is French. أنا بابايا مصري وباباه فرنسي. يبقى إيه؟ هنا في تناقض. فساعتها هنختار But But yes. But his dad is French. Thank you هدى. صلحنا المايك يا هدى، تقدري تجاوبي معانا؟ Yes. سامعيني يا هدى؟ أيوة مس؟ سمعت يا مس. اوكي يلا يا هدى. Answer number 9. It's your turn. وليد speaks. ها وليد speaks English. He can't speak Chinese. What will he choose? But or and or so? And هنا وليد بيتكلم انجليش لكن ما يعرفش يتكلم Chinese، لكن هو ما يعرفش يتكلم صيني. بس ساعتها انا ما اقدرش اقول and. لا هنا لازم يبقى لازم اقول but، لان انا عندي هنا في نيجاتيف. اوكي can I go to drink water? yes you can. يلا يا جودي number 5 please answer number 10. thank you يا هود.
I eat fruit And I exercise in an. and I exercise. Thank you. لحظة واحدة بقى أجيب صفحة جديدة. rearrange اللي بيضايق الناس كلها ده. يلا يا جانا. She eat vegetables and Yes. she eat vegetables and ايوه she exercise. exercises. برافو عليكي. Thank you. مس تيم. Yes يا اسر. انا بحب ال order the words. انت بتحب وانا عارفه، انت قلت لي قبل كده. برافو عليك. يلا يا تيم. نمبر 2 يا تيم. بحب في الكونكت they love chocolate and ice cream. Thank you. يلا نمبر 8. Who's number 8؟ شام. Okay. They love ice cream and chocolate. They love ice cream and chocolate. هو دوت Miss. دوت نمبر دوت كان دور تيم. انتي نمبر 3 يا شام. هو تيم حل نمبر 2. Your turn لا is يا number مس، 3. كان نمبر 8. ماشي. طب ثانية واحدة يا مس، بس انتي نسيتي الأتم، هو أصلا نمبر 2. مس نمبر 2 كان ايه؟ نمبر 2 they love chocolate and ice cream. فشام هتحل نمبر 3. يلا يا شام please answer number 3. I can love only I love only play, play but I هنقول ايه يا شام؟ بصي هنقول ايه؟ هي كلمة طويلة، أنا عارفة إن الجملة طويلة بس هي محتاجة نفكر بس بهدوء. I love تنس. أنا بحب التنس لكن أنا بلعبه but مرة واحدة بس كل ساتردي. أيوة but I I only play. only play it on Yes, Saturday. Saturday. أنا بحب التنس لكن للأسف بلعبه بس يوم السبت، رغم إن هي بتحب الساتردي، بتحب التنس. أوكي ثانك يو مريم. He wants to play football, but his leg hurt. But he هنقول he what he heard but he heard but he hurt his leg. yes he wants to play football but he hurts his leg. شايفينها؟ انا بكتبها لكم علشان لو عايزين تنقلوا، واحنا اصلا كنا واخدينها في الهوم ورك قبل كده فانا متاكده ان انتوا حلينها. تمام كلنا؟ فيها طيب صح. مش لحظة، يس انا معلش مسحتها حبيبتي، عايزه اكتبها لك تاني. هاي he wants طب اعملي نمبر اعملي نمبر للwords. he wants to play football but he hurt his leg. اوكي يا إيثار. طيب تمام، هو اليونت ده سهل وخفيف خالص ونعتبر كده اصلا خلصناه. تمام
ماشي، ما اظنش حل هيبقى بقى خلصوش بس. الاكتيفيتي ديت مع بعض بسرعة بتاعة اليونت علشان نبقى كلنا تمام. ماشي ماشي نعم نعم ماشي. صفحة كام؟ راح يكون اوكي، الاختبار على كمان على على يونت 1، يونت على 2. يونت 1 هذاكر ماشي يونت 1 ماشي اللي احنا خلاص، بنراجع ماشي عليه يبقى كل اختبار مرة. الحل دي المرة الثالثة. طيب ماشي يلا صفحة كم كام؟ ماشي نجري حاجات صعبة يكتبوا فيها. بيتش 40 يا آدم، بيتش 40 طب وايه الواجب يا مس؟ هقول لكم حبايبي، هقول لكم يلا open page 40 please. مس الاسمينج ما حليناهاش. listening حليناها المرة اللي فاتت، فالنهاردة مش هيبقى وقت، حليناها المرة اللي فاتت. المرة دي مش في وقت ناخد listening، احنا اتفقنا ان ال listening وال paragraphs بنعمل لهم sessions لوحديهم، يعني الأسبوع الجاي إن احنا شاء الله اصلا ما خدناش هيبقى عندنا الفكاكريات. session لل paragraph. اوكي يبقى عندنا بس سيشن تعرفي يا مس ثواني، ابغى اعرف اكتب باراجراف برافو عليك يا مريم. طيب في الكراسة. انا كاتبة شوية باراجرافات. يلا، هو ديس ده ادور اثر اثر please choose the correct word. a farm or park or palace is where the an emperor lives. yes palace، palace اللي هو القصر. طيب تمام آدم، Yes. we wash the vegetables fruit. Oh, number two. Okay. and thank you. يلا أدهم بسرعة بسرعة عشان قربنا نخلص. where are you أدهم؟ قافل المايك ولا ايه، ولا خرجت مايك؟ يلا my dad My dad is Egypt, Egyptian. Egyptian Muslim my English. mom is Yeah. English. huh And no it will be not not the end. No it will be but، لأن هنا في اختلاف، في تناقض. هو بيقول إن بابايا مصري لكن مامتي إنجليزية، فأنا هنا ما ينفعش أستخدم and، هتبقى but، لأن هما الاتنين مش ده بقى. Thank you يا أدهم. إيثار نمبر 3 يلا يا إيثار. Change one two the seed to grow. Redo, replant, reclaim. The seeds يعني البذرة علشان تكبر، يبقى المفروض ان هو ايه، هيعمل ايه؟ replant، هو هيعيد زراعتها. مين فاكر قاعدة again and re؟ لما نحب أنا نشيل كلمة again we add re before the verb. يعني أعيد زراعة. برافو عليكم، تحبوا نفتكرها مع بعض بسرعة عشان لو جت في الكويس بكرة للي مش أوكي فاكرها هنراجع عليها سريعا، قدامنا 5 دقايق ونخلص. يلا فين لو نسيتوها ولقيتوها بكرة أنا راجعت. لا ماشي، تسع ايه دقايق خمسة كان هم المشكلة بسرعة. اللي فكرت منها. ماشي قولوا لنا انسوا الهوم ورك قبل بس ما نروح. هبعت لكم الهوم ورك يا 27 حبايبي، حبايبي هبعت لكم الهوم ورك على التليجرام، ماشي هبعته قولوا لنا لكم. انسوا الهوم ورك عشان انا مش بعرف اجيبه. ما بتعرفش تفتح التليجرام؟ بعرف لكن مش بعرف لسه اجيبه. لا ما انا هقول لك بيج كام، انا هقول لك بيج كام، مش انت معاك الباهر؟ عشان انا مش مطلعه البيج دلوقتي. هقول لك بيج كام تمام، واللي مش معاه الباهر هصور له الواجب. يلا مع بعض. word formation the prefix re means، نسمع مع بعض عشان ما فيش وقت. the prefix re means again، يعني ايه؟ انا لو حبيت اشيل كلمة again يعني تاني، هقوم حاطة re اللي هو ال re before the verb. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ميس؟ انا مش فاهم. هنا بيقول he painted his house again، هو دهن بيته تاني. طب انا لو حبيت اشيل كلمة again بس تبقى الجملة بنفس معناها هعمل ايه؟
اقوم شاطبه على كلمه اجان واحط قبل الفيرب read، يبقى بدل ما هتبقى painted هتبقى he repainted his house. وبعد كده لما هحط ري ما ينفعش اكتب again، خلاص انا شطبت عليها. تمام، he she cleaned her bike again. عايزة اشيل كلمة again، اشيل كلمة again واحط she recleaned her bike. طبعا مش هكتب again، يبقى كلمة ري او الحرفين prefix ري معناها يعيد الحاجة. reclean repaint redo. مثلا حد منكم بعت لي الهوم ورك ومش حله صح، تمام، فانا عايزه اقول ليها له مارك. بليز بليز اكتب الهوم ورك ده اجان تاني. هقولها ازاي؟ بليز، ها، ليها مارك. لا هو ري بتتحط before the verb. انا مثلا هقول له do your homework again. هقولها له ازاي بقى؟ مين يقول لي؟ أنا. نقول كلنا، يلا اتفضل. Do you do you، هقول Do do you، you هقول do you برضو، هقول ايه؟ know do re do your re homework. ومش هكتب كلمة homework again، مش هكتب كلمة again. يبقى انا هنا عند again هقوم شايلاها وحاطه قبل do the prefix re re. خلاص، طيب انا دخلت الاوضه بتاعتك ولقيتها مش نظيفه وعايزاك تنظفها تاني، بدأ هقول لك ايه؟ clean your your mom home قصدي again. you ها، eat انا بقى عايزه اشيل كلمه again، هقولها ازاي؟ هقول شاطبه كده على، ها، مين كيف يقول؟ ركلي يس، مس، راح اشطبها مي على اجانا اكتب مس انا ريكلين قاعده. ايوه كده، ريكلين ريكلين وير يور يور هوم. وي هل ينفع اكتب اجان؟ هكتب No. اجان؟ No, 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 خلاص، no. يبقى انا شلت كلمه اجان وحطيت مكانها ري بيفور ذا فيرب، يعني لازم تبقى قبل الفيرب، ما ينفعش تبقى قبل الناون. تمام، لازم احطها قبل الفيرب. تمام كده، فهمنا؟ يعني لو جات لنا في الكويز المرة الجاية هنبقى شاطرين وهنحلها. Yes, hello. طيب في حد عنده أي سؤال؟ No, 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 bye 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 لنا تمام؟ bye ماشي، يلا بقى هستناكم بقى، عايزين bye نذاكر bye كل bye الكلمات، السلام كل الكلمات بتاعة واجب على bye التليجرام. bye يا خلاص، مس واجب على التليجرام. باي.